معكم أصدقائنا من بعد الفاصل. أنا ولين في برنامج رابح مين؟ مع ديما ولين. مع ديما ولين طبعاً بهذا البرنامج نتسابق معكم إحنا أنا ولين وإنتو مع بعض بهذا البرنامج. طبعاً دائماً برنامجنا مميز باتصالاتكم من السعودية 7-0-0-7-4-6-0 7-0-0-0-7-4-6-0 و لين والباقي ينحل على 00-88-1-6-2-2-7-7-4-1-6-6 4-1-6-6 وهيك نكون ذكرنا بأرقام الاتصالات. طبعاً نتذكر دائماً اتصالاتكم رح تشاركوا معنا في برنامج رابح مين مع ديما ولين في مسابقاته الجميلة والرائعة. ويا لين أعطيني هدول الضرب. يا الله هلأ لين تلي مليون ضرب مليونين. يا استني معنا اتصال. احكي اتصال بعدين انتي. الو الو السلام عليكم مين معنا؟ السلام عليكم مين معنا؟ مين معنا؟ إيمان. إيمان إيمان ممكن ترفعي صوتك شوي؟ إيمان ارفعي صوتك شوي يعني علي صوتك شوي مشان نقدر نسمعك وأنت تسمعينا. طيب يا إيمان اختاري ما نسلم السلة الزرقاء ولا الأزرق ولا الأحمر ولا الزهري. إيمان إيمان ريمان. ريمان الأحمر. أحمر؟ أوكي خلينا نشوف الأحمر. أوكي طلع عنا عينك على الشاشة. خلينا نشوف الشاشة وإيش حيطلع معنا في الشاشة. شيئا إذا طعمناه لا يشبع وإذا سقيناه يموت. أنت معنا على السحب وإن شاء الله تربحي معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونق. مبروك إلك يا ريمان. حبيت اسمك يا ريمان. مبروك إنك ربحتي معنا وإن شاء الله نشوف إذا رح تطلعي معنا بالسحب. طبعا إحنا على الاسم فعلا السحب بآخر حلقة. طيب يا ريم نرجع لجدر الضرب. أوكي بسم الله مرة اتصال ناخذ. يا ألو السلام عليكم مين معنا؟ هدى. مين؟ هدى. هدى كيفك يا هدى؟ طيب شو أخبارك؟ طيب الحمد لله. يا هدى من وين عم تحكينا؟ السعودية. أهلا وسهلا فيك يا هدى من السعودية وكل أهل السعودية. طيب يا هدى نائمة نسلم من سلات أزرق ولا أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ أزرق. يلا نروح نشوف عنا في السلة الزرقاء إيش رح يطلع عنا. طلع عنا سؤال بيجي معنا سؤال رقم 15. معاكي بس 30 ثانية تجاوبي معنا هذا السؤال. جاهزة؟ يلا. السؤال بحكي ماذا تسمى رياضة القتال بالسيوف؟ الملاكمة أم المبارزة؟ شو؟ المبارزة. جوابك صحيح ودخلتي معنا على السحب وإن شاء الله تربحي معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونق. طيب يا لين أعطيني هلا السؤال الأول. 6 ضرب. قرأتي أفكاري؟ عم بحاول. 6 ضرب قديش؟ يلا احزني. لا أنت احكي لي عشان أنا جاوب. 6 ضرب 4 منزح 24. يا اوكي بعملك. طيب 12 ضرب 12. يلا 3 12 ضرب 3 36. شو شو؟ طيب كمان معنا شاهد على التليفون. يا طب 25. يا طب 7 ضرب 8 56. يلا يلا معنا شاهد. استنى 6 36. يلا يلا يلا. الو السلام عليكم مين معنا؟ خمسة ضرب ستة. خمسة ضرب ستة 30.
و لا تضرب التين ست و سبعة تم تمانية ست وخمسين و تسعة ضرب خمسة خمسة وأربعين برافو عليكي و واحد ضرب اثنين اثنين واحد ضرب خمسة خمسة واحد ضرب عشرة عشرة يعني لقفولها في حرارة يسوي مثله. طيب معنا اتصال ونحكي ألو السلام عليكم مين معنا؟ ترى من السعودية مين؟ ترى من السعودية كيفك يا درة؟ طيبة شو أخبارك؟ طيبة طيب يا درة نقي معنا سلم السلات أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ أزرق نروح نشوف إيش رح يطلع لك معنا في السلة الزرقاء سؤال ما مش سؤال عندنا إكس أو يلا نروح نشوف عنا إكس أو إيش يلا مع مين حابة تتباري مع لين ولا مع ديما؟ ألو شو إحنا سمعينك يا درة بس أنت نقي معنا مع مين حابة تلعبي مع لين ولا مع ديما؟ مع ديما طب يلا هلا احكينا وين حابة تحطي؟ وين حابة تحطي؟ وين؟ انا اترك لا انت نقي وين حاطة وين حابة تحطي بالاكس او على اي رقم؟ من 1 لـ9 نقي وين حابة تحطي على اي رقم؟ خمسة على 5؟ انا بدي احط على 2 على وين واحد على 1 انا بدي احط على 6 واحد طيب احنا حطينا على 1 وانا حطيت على 6 وين حابة تحطي هلا 9 مبروك دخلتي معنا على السحب وان شاء الله تربح معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب جو نقرا الرعاية الرسمية البرنامج طيب يا رين هلا خلي معنا هذا الاتصال واحكي الو الو السلام عليكم مين معنا؟ الو الو السلام عليكم مين معنا؟ أميرة المطيري مين؟ أميرة أميرة المطيري أميرة كيفك يا أميرة؟ بخير الحمد لله يا أميرة قناة نون أحلى أوقاتي أميرة اختاري معنا سلم السلات أزرق ولا زهري ولا أحمر أزرق طيب خلينا نشوف طلع معنا سؤال رقم 11 ركزي معنا معك بس 30 ثانية لحتى تجاوبي معنا هذا السؤال سؤال بيحكي ماذا يسمى الشخص الذي يستخدم المقص في عمله الحلاق أم النجار؟ مين؟ الحلاق وجوابك صحيح دخلتي معنا على السحب وإن شاء الله تربح معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونقرا إلا مسؤولين البرنامج مبروك دخلتي معنا على السحب طيب حابة هلا أبلش أنا أسألك حابة هلا إحنا خلصنا ضرب حابة قسمة حابة قسمة ولا جمع ولا طرح قسمة تعرفي تقسمي طيب 4 على 2 4 ايش تقسيم 2 2 شاطرة انت بالقسمة طيب 10 على 2 10 تقسيم 2 5 صحيح جوابك صحيح معنا اتصال واحكي الو الاتصال الو السلام عليكم مين معنا؟ المتصل اللي معنا يسمعنا من التليفون ويوطي صوت التلفزيون لان احنا سمعنا التلفزيون طب اوكي المهم اوكي مين معنا؟ علي علي كيفك يا علي؟ علي يا علي سمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون يا علي الحمد لله علي من وين عم تحكينا؟ السودان السودان
طيب يا علي، اهلا وسهلا فيك وفي كل اهل السودان. طيب يا علي، اختار من نسلم السلات، ازرق ولا سعودية؟ سعودية. اهلا وسهلا فيك وفي كل احد السعودية. طيب طيب يا علي، اختار من نسلم السلات، ازرق ولا احمر ولا زهري؟ زهري. سليمان، سؤال رقم 7، ركز معنا، معك بس 30 ثانية لحتى أجاوب معنا هذا السؤال. السؤال بيحكي من هي أول كلمة نزلت في القرآن الكريم؟ اقرأ أم البسملة؟ ما هي أول كلمة نزلت في القرآن الكريم؟ اقرأ أم البسملة؟ شو؟ اقرأ. وجوابك صحيح ودخلت معنا على السحب، وإن شاء الله تربح معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونينج رو الرائع الرسمي. طيب يعني هنا نروح نفاصل الأذان، هنا نروح نسمع الأذان ونرجع لكم. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. الرابح مين؟ علي مغلي. هذا البرنامج برعاية حليب رونق رو. قريباً برنامج المواهب الأضخم في العالم العربي، النجم الصغير. النجم الصغير أكثر من مجرد صوت. مساعدتك. ايش يا سارة؟ قربت مسرحية المدرسة وابغى العب دور الأميرة، بس لازم يكون شعري طويل وناعم وحريري وطير مثل شعرك. قولي لي شو الحل؟ حبيبتي لا تحتاري، حتى يكون شعرك صحي وجميل مثل شعري لازم تستخدمين نفس الشامبو اللي أنا استخدمه، شامبو رونيسكا هو الحل، لأنه يخلي
شعرك ناعم وبراق مثل الحرير. أنا جاهزة للمسرح يا تفضلي يا أميرتنا. الجميع في سعادة دائمة. شامبو رينسكا سر الأميرات. قناة نون تقدم خدمة جديدة تجعل جوالك ينبض على أنغام نجومك المفضلين، وذلك عبر خدمة نون IVR. لتحميل نغماتك المفضلة اتصل الآن على الأرقام التالية. أصدقائنا في برنامج رابح مين؟ مع ديما ولين. طبعا فيه أنا ولين نجمع لكم بهذا البرنامج حتى نتسابق إحنا وياكم مع بعض. نحكي أخوان الاتصالات حتى تتواصل معنا من السعودية 7000740. يالين من باقي أنحاء العالم 0088-1677-4166. فممكن ذكرناكم بأرقام الاتصالات، فمنتظر اتصالاتكم حتى تتواصل معنا في هذا البرنامج. هاي أول اتصال خذوه يا لين مع هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم، مين معنا؟ ألو مين معنا؟ السلام عليكم، مين معنا؟ شهد. كيفك يا شهد؟ شهد. اسمعيني من التليفون، وطي صوت التلفزيون. شهد، قناة نون. يا شهد، اسمعيني من التليفون، وطي صوت التلفزيون. وقناة نون أحلى أوقاتي. طيب يا شهد، خلينا نختار، اختاري مع السلسلات أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ أزرق. أوكي، طلع معنا سؤال، خلينا نشوف. أزرق. سؤال رقم واحد، ركزي معنا، معك بس 30 ثانية لحتى تجاوبي معنا هذا السؤال. السؤال بيحكي أين تقع مدينة طنجة، عمان أم المغرب؟ شو، عمان المغرب؟ عمان ولا المغرب؟ طنجة. عمان ولا المغرب؟ شو آخر جواب؟ المغرب. جوابك صحيح، ودخلتي معنا على السحب، وإن شاء الله تربحي معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونقرو الراعي الرسمي للبرنامج. معنا اتصال تاني بنحكي ألو، السلام عليكم، مين معنا؟ مؤيد، كيفك يا مؤيد؟ مؤيد اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. يا مؤيد، اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون عشان نسمعك، اسمعنا منيح. طيب يا مؤيد، هلا نقي معنا سلسلات أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ طيب نقي معنا سلسلات أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ أحمر. نشوف إيش حيطلع لك معنا في هذه الكرة.
مبروك تأهلت معنا للسحب بدون سؤال ولا لعبة. هاي ثاني متصل معنا لهذا البرنامج بحلقة اليوم تربح معنا بدون لعبة ولا سؤال. نتمنى لك انك تربح معنا ب 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو شعر رسمي للبرنامج. برنامج اها طيب يالين برنامج 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 اوكي خلاص برنامج اوكي يلا بل ايش برنامج برنامج وطبعا نتصلكم انكم تشوفوا عندنا برنامج ليتل ستور اللي هو رح يكون برنامج جدا جميل ومميز بجنن رح يكون حلو وانا متاكده 100% انكم كلكم رح تحبوه ورح تتابعوه كلكم بجنن تابعوه يعني قريبا رح تنزل طبعا عنده رعايه عشان تعرف كيف تتواصلوا تدخلوا في هذا المسابقه والبرنامج. طيب معنا اتصال ونحكي الو. احكي الو ريالين. الو السلام عليكم مين معنا؟ الو الو السلام عليكم مين معنا؟ هبه ابو نائل. مين؟ هبه ابو نائل. هبه كيفك يا هبه؟ الحمد لله. هبه قناه نون احلى اوقاتي. طيب يا هبه اختاري معنا سلم السلات ازرق ولا زهري ولا احمر؟ زهري. زهري خلينا نشوف ايش هيطلع معنا. طلع معنا عينك على الشاشة. عينك خلينا الشاشة. نشوف الشاشة وايش هيطلع معنا في الشاشة. ايش الاسم الحيوان موجود في الصورة؟ سمكة. سمكة جوابك صحيح. دخلتي معنا على السحب وان شاء الله تربح معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. طبعا رح نعلن اسم الفائز رح يكون معنا في اخر الحلقه عشان نعرف مين رح يكون معنا. اتصال ونحكي السلام عليكم مين معنا؟ عليكم السلام. مين معنا؟ اريام. اريام محمد. اريام كيفك يا اريام؟ بخير والحمد لله. شو اخبارك؟ بخير. أريام نايم معنا سلم سلات أزرق ولا زهري؟ بخير بخير يا أريام. اسمعينا من التليفون وموطي صوت التلفزيون عشان نسمعك تسمعينا منيح. طيب يا أريام نايم معنا هلا سلم أحمر. السلات أحمر. الأحمر. طيب نشوف إيش رح يطلع معاكي. طلع عنا سؤال رقم 13. ركزي معنا يا أريام معاكي بس 30 ثانية تجاوبي معنا هذا السؤال يا أريام. والسؤال بيحكي ما هي الفاكهة التي لها أكثر من لون؟ التفاح أم الكيوي؟ ما هي الفاكهة التي لها أكثر من لون؟ التفاح أم الكيوي؟ الكيوي. الكيوي أم التفاح؟ التفاح. التفاح وجوابك صحيح. دخلتي معنا على السحب وإن شاء الله تربحي معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. إيش ألوان التفاح؟ أصفر أخضر أحمر. ايش تحب اكثر واحد؟ اخضر. انا كمان عشان هو حامض شوي فانا بحب الاشياء كنت حامضة يعني زي انا بحب الاحمر يعني بحبه شوي عشان انا بحب الحامض. انا كثير بحب حتى الحلويات الحامضة يعني بس بنشتي مثلا سوس بحب يكون حامض عشان يكون زاكي. معنا اتصال خلين معنا من فلسطين. مين؟ من فلسطين. معنا كمال من فلسطين. يلا احكي. الو سالا كيفك يا كمال؟ الحمد لله. كمال قناة نون. كمال قناة نون. احلى بلدي يا كمال. كمال اختار معنا سلم السلات ازرق ولا زهري ولا احمر؟ كمال اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. يا كمال اختار معنا سلم سلات ازرق ولا زهري ولا احمر؟ ازرق. طلع معنا قوة أزرق. قوة الذاكرة. قوة الذاكرة. يلا نشوف ايش راح نقلب معنا هذول الاشكال. ركز معنا يا كمال.
احكي لنا. احفظ معنا هذول الاشكال معك بس خمس ثواني. واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. طيب نرجع نقلب هدول الصناديق الصناديق. طيب يا كمال هلا احكي لنا وين موجود الاشكال المتشابهة وراء اي ارقام؟ خمسة واربعة. طيب صح. وايش كمان؟ ايش كمان؟ ايش في كمان؟ طيب خمسة واربعة. وين هلا كمان؟ ثلاثة واثنين. ثلاثة واثنين. واللي ضلوا ستة وواحد. ومبروك دخلت معنا على سحب. ان شاء الله تربح معنا بكنديال سعودي مقدمين من حليب رون مجرو. مبروك يا كمال انك ربحت معنا. طبعا دائما من حي اهل فلسطين دائما وابدا. طيب يا ريم لين كنت اسالك سؤال بالقسمة. احنا حكينا سؤالين ضايع عليك ثلاث اسئلة. طيب السؤال الاول بحكي السؤال الثالث اسئلة بحكي عشان احنا سألنا سؤالين وضايع لنا سؤال يب ثالث ورابع خمس. اوكي سؤال ثالث بحكي ايش هو؟ ثمانية قسمة اربعة. ايش؟ اثنين. اثنين. زقفة زقفة للين. زقفة. طيب بتعرف الارقام الكبيرة شوي يعني مثل يعني مثلا 56 ضر هيك. اوكي. ها. طب نحكي 20 قسمة خمسة. اربعة. زقفة زقفة والله للين للين الكبيرة. وخذي يا ريم عن هذا الاتصال. يلا. الو السلام عليكم مين معنا؟ زينة عرفي. مين؟ زينة. زينة. زينة كيفك يا زينة؟ جنى. زينب. جنى جنى. جنى. جنى كيفك يا جنى؟ الحمد لله. جنى قناة نون. أحلى أوقاتي. طيب يا جنى اختاري معنا سلم سلات أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ زهري. زهري. خلينا نشوف. ايش حيطلع معانا؟ طلع معانا اكس او. خلينا نشوف الاكس او. طيب يا جنى مع مين حابة تتباري؟ مع لين ولا مع ديما؟ لين. اوكي اختاري رقم مشان تحطي عليه. ثلاثة. انا بحط على واحد. خمسة. طيب لين على اثنان. طيب هلا وين حابة تحطيه؟ سبعة. على سبعة. مبروك دخلتي معنا على السحب. ان شاء الله تربحي معنا ب 200 ريالي. 200 ريال. 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. او 200 ريالي مثل لين. 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. طيب احكي لك اخر سؤال اللي هو قسمه هو راح يكون يمكن اصعب سؤال. 64 قسمه 8. 8. 8 جوابك صحيح. زقفه. طيب معنا اتصال نحكي الو. السلام عليكم مين معنا؟ الو. السلام عليكم مين معنا؟ رغد. مين؟ رغد. كيفك يا رغد؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. رغد ناي معنا سلم السلات ازرق ولا زهري ولا احمر؟ الزهري. الزهري. نروح نشوف ايش رح يطلعلك معنا يا رغد في هذه السلة الزهرية. طلع عنا عينك على الشاشة. يلا
بنشوف عنا هنا. تعال ايش شرحت عليك؟ صوت الحصان. ما هو صوت الحصان؟ صحيح، جوابك صحيح. دخلتي معنا على السحب. ان شاء الله تربح معنا لي 200 ريال سعودي مقلوبين. 200 ريال لي 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. طيب 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 يا لين، حابة تسأليني مثلا في القصة؟ اوكي تفضلي. أهم ثلاثة تقسيم لا بلاش. اوكي ثلاثة تقسيم 18 معنا اتصال وناخذ هذا الاتصال. يعني جاوب سهل. اوكي ناخذ بعد الاتصال. ثلاثة ضرب تساوي 18. بعدين يفهمك الاتصال. معنا اتصال، احكي. الو يلين. الو السلام عليكم، مين معنا؟ وعليكم روان من السعودية. روان؟ ايوه نعم روان. كيفك يا روان؟ الحمد لله طيبة. طيب يا روان اختاري معنا سلم السلات، ازرق ولا زرق؟ سلك انت كيفك؟ انا كثير منيحة. طيب يا روان اختاري معنا سلم السلات، ازرق ولا زهري ولا احمر؟ احمر. احمر. اوكي طلع معنا سؤال، سؤال رقم 12. ركزي معنا، معكي بس 30 ثانية لحتى تجاوبي معنا هذا السؤال. السؤال بيحكي يعمل مساعدا للطبيب، من هو يا الله الممرض ام الخباز؟ الممرض. الممرض. جوابك صحيح، دخلت معنا على السحب ان شاء الله تروح معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. معنا اتصال ونحكي. الو الو السلام عليكم، من معنا؟ مين معنا؟ ريان فهد. نحكي للمتصل يعلي صوته عشان نسمع. ريان فهد. مين؟ ريان فهد. ريان؟ كيفك يا ريان؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. طيب يا ريان نائم على سلم السلات، أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ أزرق. أزرق. نشوف إيش رح يطلع لك عنا في هذه السلة. طلع عنا قوة الذاكرة، خلينا نشوف عنا قوة الذاكرة. رح نقلب لك الأشكال يا ريان وانت تحفظ معنا هذول الأشكال. طيب احفظها معك من 5 ثواني. 1 2 3 4 5. طيب نرجع نقلبهم. هلا احكي لنا ورأي أرقام من أشكال متشابهة. 1 6. 1 6. طيب صح. وإيش كمان؟ 5 و4. 5 و4 صح. وإيش كمان؟ إيش ضل؟ 3 و2. 2. جوابك صحيح، دخلت معنا على السحب وإن شاء الله تربح معنا ب200 ريالي سعودي. 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو الراعي الرسمي للبرنامج. الراعي الراعي ال رسمي الراعي ال رسمي الراعي. اوكي خلص هل بدي احكي لك، انت ايش سالتيني؟ 3 قسم لازم 18. ايوه قسم 3 بالضبط. 13 قسم 3. انت حكيت 13 قسم 3 ولا 18؟ 18. يعني 6. يعني 6. يعني اذا حكيتي 3 قسم 18 بيكون الجواب اتوقع 1/6. كيف هي صارت؟
بلا تاخذيها بس تكبري بس اوكي انهي الموضوع ماشي انهي يلا طب اوكي اوكي اثنين اعملي الارقام الكبيره قسمه الارقام الصغيره قسمه ما لا خمسة او لا كثير كبير 30 ستة ومعنا تصورين نحكي هلا يلا السلام عليكم مين معنا؟ شاك خالة مين؟ شاك خالة مين؟ سمي شاك خالة شوق كيفك يا شوق؟ الحمد لله أهلا وسهلا فيك يا شوق طيب يا شوق قناط الحمد لله قناة نون يا شوق احكي يا شوق سوري شوق قناة نون شو احلى اوقاتي برافو عليك يا شوق طيب يا شوق اختاري معنا سلم السلات بدك ازرق ولا زهري ولا احمر زهري أكلة عنا قوة الذاكرة نقلب الأشكال ونشوف يلا يلا يا شوق احفظ معنا أشكال أماكن أشكال هذولا أماكن وجود هذولا الأشكال عشان معك 5 ثواني 1 2 3 4 5 طيب نرجع نقلب الأشكال طيب هلأ احكي لنا يا شوق وين الأشكال المتشابهة شو؟ 2 و5 2 و5 1 و6 1 و6 وبرافو عليكي ايش كمان؟ يلا بسرعة 3 و2 ماها؟ ايوة طيب وايش ضل؟ 4 و5 5 و4 دخلتي معنا على الصحة ان شاء الله تكون معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب ريو نجرو الريال السعودي اللي برنامج طبعا يعني من الاخر عرفت محلهم ويعني هاي اللعبة مميزة في حفظ الأماكن فتعرفي هاي اللعبة بس يكون عندنا 3 كاسات وتحطي جوا كاسة بعدين تقعدي تعملي هيك وبعدين تعرفي وين موجودة هي القطعة بعد ما يقعد يخرب محلاتهم وهيك يمشي في ناس أنا مرة لعبتها مع صاحبتي طبعا يعني أنا حاولت أخطعها بس إيش المشكلة إنه كتبت عليهم رقم 1 2 3 قلت لها هاي الكرة مو رقم 1 وبلشت أغير وين الكرة مونا عرفتها بسرعة أنا طول حد الأرقام لازم نروح الأرقام حطيتها هيك تحت بلشت زي هلا حتى في أمرات تقدر تنزلي هيك ألعاب طبعا هيك بتنزل يعني تقدر تتحكيهم تقعدي تلفي فيهم صح فيعني هاي يعني لعبة كتير حلوة بتخليك انت تحفظي وين اماكن اشكال يعني بتقدري تخليها يعني احلى طيب معنا اتصال نحكي الو السلام عليكم مين معنا؟ اسماء معنا يا لين اسماء احكي الو الو السلام عليكم كيفك يا اسماء؟ الحمد لله اسماء قناة نون احلى اوقات طيب يا اسماء اختاري معنا سلم سلات ازرق ولا زهري ولا احمر لا قبل ما
ما احكي اي سلام، بدي اقول اني كثير بحب نيل وديما، انا كثير بحبكم من المغرب، و الي تحيه لكلكم، كثير بحب نون. واحنا كمان كثير بنحبك. طيب هلا اختاري معنا المسلسلات. بنوت عليكي. يلا احمر. الاحمر بدي اشوف، بدنا كلنا نشوف. طلع معانا سؤال، سؤال رقم 8، ركزي معنا، معك بس 30 ثانية لحتى تجاوبي معنا هذا السؤال. السؤال بيحكي كم عدد أرجل الأفعى، اثنان أم لا يوجد؟ كم عدد أرجل؟ لا يوجد. لا يوجد وجوابك صحيح، ودخلتي معنا على السحب، وإن شاء الله تربح معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونجرو الراعي الرسمي للبرنامج. الراعي الرسمي للبرنامج. هنا عمرك شفتي حية؟ عمرك مسكتي حية؟ لا. لازم تجربي. ولا عمري راح أجرب. طيب معنا اتصال، هنحكي ألو السلام عليكم، مين معنا؟ عليكم السلام. إبراهيم، كيفك يا إبراهيم؟ الحمد لله. شو أخبارك إبراهيم؟ طيب. يا إبراهيم نايم معنا سلم المسلات، أزرق ولا أحمر ولا أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ أزرق؟ أزرق. يلا نشوف إيش رح يطلع عنا. طلع عنا XO، يلا نروح ناخذ عنا XO. يلا ما مين حابة تلعبي؟ ما مين حابة تلعبي إبراهيم؟ تلعب. بالإكس أو ما مين حابة تلعب؟ هلا. شو؟ يا إبراهيم؟ يلا عشان تلعب معنا؟ لا لا. طيب وين حابة تحط؟ وين حابب تحط إبراهيم؟ على أي رقم؟ 1، 2، 3؟ 3. يلا وأنا بدي أحط على 2 أو 1. طيب على رقم 6. وأنا بدي أحط على 5. وهلا وين تحط؟ شو؟ 9. حكم على رقم 9. مبروك دخلت معنا على السحب، وان شاء الله تربح معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جو. طيب يا لين، نعم، احكي لي رقمين بنقص مع بعض. ايه رقمين بنقص مع بعض. 2. لا لا لا، احكي لك بعد. طيب يلا حمد، تقدر تقولي لي 11 ضرب 11 قد ايه؟ هي 21. طيب لين معنا اتصال، وخذ هالاتصال. ألو السلام عليكم، معنا؟ أنا شوق، كيفك يا شوق؟ الحمد لله. إسراء، معنا إسراء. شوق. إسراء. شوق. شوق. إسراء. يا طيب إسراء، ممكن تعلي صوتك شوي؟ إسراء، قناة نون أحلى أوقات. يا إسراء اختاري معنا سلم السلات، أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ أحلى أوقاتي. برافو عليك يا إسراء. بس يا إسراء اختاري معنا سلم السلات، أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ زهري أحمر. ولا أحمر؟ أحمر. عشرة. خلاص أنا أحمر. يلا معلش. عشرة. العشرة طلع عنا إكس أو. يلا نروح على إكس أو. يلا أوكي، مع مين حابة تتباري أو مع مين حابة تلعبي؟ لود لين. وين حابة تحطي؟ شو؟ وين حابة تحطي؟
شو؟ خمسة. على خمسة. على ثلاثة. على خمسة. حطينا على خمسة. ولين حطيت على ثلاثة. اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون عشان نسمع شوي منيح. حط على تسعة. انا بحط على اثنين. طيب هلا حطينا لك على تسعة. واحد ومبروك دخلتي معنا على السحب وان شاء الله تربحنا لنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونق رؤى الراعي الرسمي للمنام. خلص الدرس. طيب يعني انا بدي افكر لك برقمين. بدي افكر لك لا بس حاب لك 120 تقسيم 11. هاي اجيب هاي مش من هنا اجيب شوي وانتي 121 تقسيم 11 طلع 11. اوكي طيب معنا اتصال نحكي اهلا السلام عليكم. مين معنا؟ شادن. اهلين كيفك يا شادن؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. طيب يا شادن اي معنى سلم السلات ازرق ولا زهري ولا احمر؟ زهري. زهري؟ ايه. نشوف ايش راح يطلع لك معنا في هاي السلة الزهرية. طلع عنا وتذاكر يا رح نلف الأشكال واحكي لنا وين احفظ الأشكال عشان تحكي لنا بعدين وين الأشكال المتشابهة ورأيها قام. معك 5 ثواني تحفظ هذول الأشكال. 1 2 3 4 5 نرجع نقلب أشكال. طيب هلا احكي لنا وين الاشكال المتشابهه ولا اي ارقام؟ 5 و4. 5 و4. ايه. طيب وايش كمان؟ 1 و6. 1 و6. وايش ضل؟ 1 و6. ايش ضل؟ 3 و2. 3 و2. جوابك صحيح. حطي معنا على السحب ان شاء الله تربح معنا ب 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونق رؤى الراعي الرسمي للبرنامج. حليب رونق رؤى الراعي الرسمي للبرنامج. طيب يا ريم معنا اتصال احكي. الو السلام عليكم. مين معنا؟ ابرار. ابرار كيفك يا ابرار؟ الحمد لله. أبرار قناة سنون أحلى أوقاتي. طيب يا أبرار اختاري معنا سلة المسلات أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ شو؟ أبرار أبرار معنا؟ قطع الاتصال للأسف. للأسف. شكرا لك يا أبرار لاتصالك معنا ونحكي لك دائما انك ترجع تحاولي تتصلي معنا المرات الجايه عشان ما يتزبط الاتصال. دخلتي معنا على سحب ربحتي معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جرو. مقدمين من حليب رونا جرو لين 16 تقسيم 4. ايوه تركيز 4. جوابك صحيح. دخلتي معنا على السحب. معنا اتصال لين. معنا لولو. لولو كيفك يا لولو؟ طيبة. لولو قناة سنون أحلى أوقاتي. طيب يا لولو اختاري معنا سلم السلات أزرق ولا زهري ولا أحمر؟ أزرق. أزرق معلش يلا معلش خلينا نشوف طلع معنا قوة الذاكرة. اوكي خلينا نشوف قوة الذاكرة يا لولو. رح نلف ال يا ماما صناديق ارقام الاشياء. طيب هلا احفظي معنا هذول الاشكال معك بس 5 ثواني تحفظي معنا هذول الاشكال. 1 2 3 4 5 يلا نرجع نقلب الأشكال.
هلا احكي لنا وين ايش كانت شبه وراه اي رقم؟ الو ورا اي رقم؟ واحد ستة غير واحد ستة واحد ستة واحد ستة حطينا واحد ستة ايش بدك كمان؟ ايش نحط كمان؟ خمسة أربعة وأربعة ايش ضل؟ ايش طيب ايش ضل؟ ثلاثة واثنين جوابك صحيح حسنا على السحب إن شاء الله تربح معنا 200 ريال سعودي مقدمين من حليب رونا جراف رانا سميلي طيب يلين ايه فاصل وراجعين الرابح مين مع ديما ولين الرابح مين مع ديما ولين هذا البرنامج برعاية حليب رونا جراف قريبا برنامج المواهب الأضخم في العالم العربي النجم الصغير النجم الصغير أكثر من مجرد صوت بإمكانك الاستماع وتحميل أحدث أغاني نجوم قناة نون أحلى أوقات العمر سوا بنقضيها شريكتي مثل الزهر سنين تحليها أحلى مين حبيبة بابا من أمورة بابا كتبات القديمة اشتقت لأوراقي كلمات وحروف سلامة يكبر عندي احترام يا بابا والله هي اللي زعلت عليا تسمع خليها حسي فقط اتصل على الأرقام التالية أهلا بالرياض الرابح مين مع ديما ولين
ورجعنا لكم أصدقائنا بعد الفاصل في برنامج رابح مين؟ مع ديما ولين. معنا أسماء ال ف إذن طيب خلينا هنا نسأل استفادة مالين شو؟ طلع اسم طلع تس طلع علي نبيل من السعودية. مبروك يا علي. يلا مبروك يا علي. علي نبيل من السعودية خلص. أيوة بينا. مبروك يا علي نبيل من السعودية لأنك ربحت معنا في برنامج رابح من معدي مولين من 200 ريال سعودي. إن شاء الله تنبسط فيهم سنة هدولة النصاري وإن شاء الله يعني تسوي اللي بدك إياه فيهم ويبسطوك. فطبعاً ما نحكي لكم باي عشان نرجع نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله بقصة الجاي لسه ما نعرف بالضبط. بالضبط نشوف من الساعة 5 للستة ونص. أها أيوه من الساعة 5 للستة ونص. طبعاً دايماً ننتظركم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.